عم مجاهد انت ظالمني. I've abandoned my child. رحمة ابويا انت ظالمني. I've abandoned my boy. بديه اللي انت بنيته مع ابويا طوبة طوبة. وفي ظل زحمة مسلسلات رمضان صحيت يوم 21 على خبر ان فيلم سواح اللي كنت بسمع عنه من 2017 وكنت مستنيه جدا هيتعرض النهارده على نتفليكس، وهوبا حملته، هوبا شفته، هوبا دي مراجعته النهارده. وايه بقى قصه فيلم سواح معايا؟ اول مره اسمع عنه كان في 2017، وساعتها كان في اخبار كتير قوي ان اللي هيعمل دور البطل سمير هو احمد الفيشاوي، واللي هيغني اغنيه الفيلم هو الكينج محمد منير، واخبار كتير بتتكلم عن ده اول تعاون عالمي هيجمع ما بين احمد الفيشاوي ومحمد منير، وشيء في منتهى الحماس اول حقيقه. لكن فجاه ما عدتش سمعت عنه اي اخبار لحد 2019 لما اتعرض في لوكسمبورغ. وحكايته بقى حكايتنا عن سمير الدي جي اللي اخيرا جات له الفرصه ان هو يشارك في مسابقه كاس العالم للدي جيز على مستوى العالم على حد ما هو قال في الفيلم، واللي هتتم في مدينه بروكسل البلجيكيه، وكل ده بيحصل اثناء ثوره 25 يناير. ولكن سمير بالفعل بيركب الطياره وبيسافر، ولكن بتحصل شويه مشاكل بتؤدي ان الطياره تهبط في لوكسمبورغ مش بروكسل، ولكن شركه الطيران وفرت لهم اتوبيس يوصلهم من المطار لحد بروكسل. بس هم في طريقهم الشرطه تقبض على سمير بالغلط وتعامله كمعامله اللاجئين، فيا ترى هيكون ايه مصير بطلنا ساعتها، وهل هيقدر يشارك في المسابقه ولا لا؟ ده اللي هنعرفه في الفيلم بتاعنا. وفي البداية احب اقول ان انا مبسوط جدا بالتجربة الجديدة دي، تجربة كوميدية موسيقية جديدة بيحصل بينها تعاون لاول مرة بين السينما المصرية والسينما اللوكسمبورجية اللي انا معرفش عنها اي حاجة الحقيقة. مش بس كده كمان، وعرض تجربة زي دي على منصة كبيرة زي منصة نتفليكس. وبالمناسبة ده مش اول عمل لكريم قاسم يعرض على نتفليكس، ففيلم ليل خارجي اللي هو من امتع الافلام اللي شفتها مؤخرا، واللي كان رقم واحد في تفضيلاتنا الشخصية في افلام 2018، فهو موجود كمان على نتفليكس. ولسه ما شفتش الفيلم نفسه ولا المراجعة بتاعته، هسيب لك اللينكات بتاعتهم في الديسكريبشن او صندوق الوصف تحت، او هتلاقيهم بيظهروا عندك في الاي فوق. والفيلم كان من اخراج الاقرب لقلبي المخرج الكبير احمد عبد الله، وبطوله كريم قاسم وصاحب الطله الاجمل في الظهور الاول ليه لينا الفنان شريف دسوقي واحمد مالك وناس كتير قوي جميله الحقيقه. بامانه الكاست كله كان في منتهى الجمال. بس يا سيدي، وقبل ما نبدا نتكلم وندردش عن فيلم سواح واقول لك ايه اللي حبيته وايه اللي ما حبيتهوش، لازم اعرفك معلومه صغيره كده، وهي ان الفيلم مش مدي نفسه اكبر من حجمه، وده شيء عجبني جدا شخصيا الحقيقه. وانت هنا بتتفرج على ساعه وشويه من الكوميديا الخفيفه على حبه مزيكا على سيك الدراما كده. هو فيلم جميل خفيف، كل بس اللي طالبه منك اللي انت تسيب له دماغك شويه الساعه دي عشان تقدر تستمتع بيه وتقدر تعيش المغامره كامله معاه. وهو كمان ما تلوش، هسيب لكم لينك الفيلم على نتفليكس تحت، وهسيب لكم كمان لينك الاعلان بتاعه. يلا بينا بقى نبدا نتكلم في الفيلم، يلا بينا. وتعالى نبدأ نتكلم بإيه اللي حبيته في الفيلم، وأولهم هي التجربة الجديدة بصفة عامة. حبيت وجودنا في بلد جديدة ما نعرفش عنها أي حاجة، بنتعرف على شخصيات وكاركترات يمكن جديدة شوية على السينما المصرية بتاعتنا، على نوع كوميديا مختلف شوية يمكن مفتقدينه في أفلامنا المصرية. والصفات دي كلها موجودة تقريبا في معظم عناصر الفيلم، وأولهم الإخراج لأدولف العسال، رب أكون قلت اسمه صح، وهو مخرج من أصول مصرية، واللي في حديث ليه مع إذاعة RTL قال ان كان نفسه من زمان يحكي قصة زي دي في فيلم من افلامه. قصة بتتكلم عن بطل مصري وصل لوكسمبورغ بالغلط زي والده زمان، وفيها كمان يقدر يوضح العالم وتعدد الثقافات اللي هو اتربى فيه هناك، وكل ده بشكل كوميدي خفيف ولكن فيه خلفية جادة. وانا شايف ان من وجهة نظر الحقيقة ان هو نجح في نقل كل ده، وكنت مستمتع جدا باحداث الفيلم كلها. واللي ساعد اكتر في استمتاعي ده الحقيقة هو اختيار الازياء وملابس الشخصيات والديكورات وشكل البلاد الجديده اللي احنا لسه اول مره نتعرف عليها، وكمان تيمه اختيار الوان الفيلم بصفه عامه تحس ان هي مريحه للعين كده، وممكن تلاحظ ده كله كمان وانت بتتفرج على اعلان الفيلم. وكمان هتلاحظ مزيكه الفيلم اللي فيها شيء من الاختلاف والتميز، واللي هي مزيج ما بين المزيكه الشرق القديمه واللي ممكن تتمثل هنا في اغنيه سواح اللي سمعناها في الاول، والمزيكا الالكترونيك الجديده اللي بيلعبها بطلنا سمير الدي جي. وكمان في تفصيله صغيره بس جميله جدا، وهي اختيار زمن الاحداث وهو في ايام ثوره 25 يناير، وربط الحدث المهم جدا ده مع احداث بطلنا. ومش بس كده، كمان في توظيف هايل للمشاهد الحقيقيه اللي كانت بتحصل اثناء ثوره 25 يناير في الفيلم. ومن الكلام ده ممكن ندخل ونتكلم على قصه الفيلم.
واللي كاتبها هو هو برضو مخرجنا، واللي حسيت ان ده بالنسبة لي ساعد كتير جدا في سرد احداث فيلمنا. بنعيش مع بطلنا مغامرة جديدة في بلد جديدة، ومتعرف على شخصيات كتير جداد، ومنهم الحقيقة شخصيات مكتوبة حلوة جدا. وكوميديا الفيلم هنا يمكن هي مش صارخة شوية، ولكن هي كفيلة ان هي تخليك مبتسم طول احداث الفيلم. وتعالى بقى نتكلم عن اخر حاجة من الحاجات اللي حبيتها في الفيلم، وهي التمثيل. وتعالى نبدأ الكلام عن بطلنا سمير اللي بيلعب دوره كريم قاسم، واللي بالمناسبة انا بحب وجوده على الشاشة من زمان جدا، من ايام اوقات فراغ وايام فيلم الايوسي اللي هو من اجمل واعظم الافلام الكوميدية اللي حصلت من زمان جدا. والصراحة هو هنا متقن جدا للغة الانجليزية، اللي يمكن كمان 80% من الحوار بتاع الفيلم بتاعنا معتمد عليها. والموضوع كان سلس وبسيط جدا وسهل بالنسبة له الحقيقة، ويمكن هو وضح ده من كلامه عن الفيلم وعن التجربة دي كلها مع الإعلامية الكبيرة منى الشاذلي، واللي كان بيحكي عن الأدوار الأولى اللي كان بيلعبها في الجامعة الأمريكية وعن تعلمه أصلا للتمثيل، فكان بيبقى باللغة الإنجليزية، فكان معظم المشاهد أصلا تمثيلها بالإنجليزي بالنسبة له في الأول مش بالعربي. لكن ليه مش عارف، بحس ان كريم طاقته التمثيلية اللي لسه ما شفناهاش لحد دلوقتي هي اكبر بكتير عن اي حاجة احنا شفناها، والحقيقة انا منتظر منه اشوف اكتر واكتر. ونيجي لتاني شخصية اللي هي مهمة جدا في الاحداث الحقيقة، وهو صاحب سمير اللي اتعرف عليه لما سافر، واللي بيلعب دوره الفنان ارك كوبونجو، لو قلت اسمه غلط فما يجراش حاجة عادي يعني. والحقيقة انا شايفه كان لايق على الدور جدا، ووصل لي كل اللي محتاج ان انا اعرفه عن الشخصية وعن الدور ده بكل بساطة، والموضوع كان سلس جدا بالنسبة لي. ونيجي لدور محمود الليسي اللي بيلعب برضه دور صاحب سمير. يمكن مفيش كلام كتير عندي عن الدور نفسه، ولكن اللي عايز اقوله فعلا ان كاريزمته وطلته على الشاشة ليها طعم مختلف جدا في اي حاجة تقريبا هو بيظهر فيها، بيفكرني بالفنان العظيم الله يرحمه يوسف عيد. فيا ريت ما تبخلش علينا بالطلات الجميلة دي، وعايزين نشوفك كده على طول. وفي الختام وختمها مسك فعلا الفنانة سارة عبد الرحمن اللي بتلعب دور حبيبة سمير، والحقيقة هي مش حبيبة سمير لوحده بس، ها؟ وبأمانة لو سارة عدت بس كده من على الشاشة هتلاقيني بقول الله الله الله، ايه الجمال والحلاوة دي كلها يا فنان. فالصراحة انا شهادتي مجروحة، اصل انا بيك فان من زمان قوي، من ايام الف مبروك وايام برنامج سليزون، فاحتاج ايه اكتر من كده بس. وبكده يبقى اتكلمنا شوية عن كل الحاجات اللي حبيتها في الفيلم. تعالوا بقى نتكلم حبة على الحاجات اللي ما حبيتهاش، واولهم هي شخصية ابو سمير كتابة وتمثيلا الحقيقة. فكتابة الاول الحقيقة كنت احب اعرف كتير عنه، واعرف عن حبه للمزيكا، واعرف عن ماضيه، واعرف ازاي كان اغنية سواح دي مكسرة الدنيا اياميها، واعرف تغيرات شخصيته من زمان لحد دلوقتي. كل ده كنت عايز اشوفه بعيني في مشاهد فلاش باك، مش مجرد جمل حواريه بنقولها ما بين بعض. وتمثيلا بقى مش عارف، كنت حاسس ان هو مش مرتاح او باين لنا قوي ان هو بيمثل، فبجد كنت اتمنى ان الدور يكبر كتير عن كده. وكنت اتمنى كمان ان انا اشوف ممثل زي شريف الدسوقي في الدور ده، بجد لو كان كل ده حصل كان هيرقد الفيلم بالنسبه لي نقله تانية خالص. ونيجي لتاني حاجه ما حبيتهاش برده، وهي الشخصيه دي كتابه وتمثيلا. والحقيقة انا دورت كتير جدا ان انا اقدر اوصل لاسم الممثل، او اقدر اعرف حتى اسم الدور في الفيلم كان ايه، ما قدرتش اوصل. بس انتوا هتشوفوا الفيلم وهتحكموا، هحط لكم صورته هنا اكيد. والصراحة اي مشهد هو كان فيه فكان مشهد مش لطيف خالص بالنسبة لي، واستخدام شخصيته في احداث النهاية كان استخدام سيء جدا ومعجبنيش. ويمكن كمان نوع الكوميديا اللي كان بيقدمها في الفيلم يمكن مش الكوميديا المقربة لقلبي قوي، او يمكن هي عشان طلع منه هو فانا ما حبيتهاش يمكن. وكمان في حاجة مهمة قوي ما حبيتهاش في الفيلم، يمكن مش عارف اوضحها قوي عشان هي فيها حرق الاحداث، بس حاول اتكلم من بعيد كده. وهي المفروض حدث مهم حصل ما بين سمير وحبيبته، والمفروض ان الحدث ده هيأثر تأثير كبير جدا على الشخصيات، ويمكن كمان كان ممكن يغير كتير في الاحداث. ولكن الحدث حصل، تأثيره بان في مشهد واحد بس في الفيلم، وبعد كده كملنا بقيه احداثنا عادي خالص. اللي شاف الفيلم اكيد فهم قصدي. وكمان النهايه الحقيقه بصفه عامه انا ما حبيتهاش وما بلعتهاش قوي، ويمكن هي تكون كوميديه شويه بالنسبه لناس، بس هي الصراحه ما كانتش كوميديه خالص بالنسبه لي، مش هقدر اوضح فيها اكتر من كده برضو عشان ما احرقش حاجه. اخر حاجه كمان عايز اقولها، انا كان نفسي اعيش اكتر مع حياتي الدي جي دي عامله ازاي، وازاي بيعيش يومه، وازاي بيعمل المزيكا، وطريقه تفكيره عامله ازاي. كان نفسي اشوف ده اكتر واكتر. هو موجود بس انا حبيت لو يحصل من ده كتير. بس كده، ودي كانت دردشه سريعه عن فيلم سواح ورايي فيه. والحقيقه بتمنى ان كلكم تشوفوه، والاهم من رايي هو رايكم انتوا، احب اعرفه جدا في الكومنتات تحت ونناقش فيه سوا، او على صفحاتنا على السوشيال ميديا، على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى انستا. اللي مش شايف اي حد فيكم هناك لحد دلوقتي هسيب لكم اللينكات بتاعتها في الديسكريبشن تحت. لو عجبتك الحلقه بلاش تبخل علينا بالشير وباللايك. لو لسه مش مشترك في القناه هقولها لك تاني،
شيم اون يو، عيب عليك، شيم اون يو. عار عليك، انزل اشترك حالا وفعل الجرس كمان عشان يوصلك كل حلقاتنا الجديده اللي هتنزل قريب جدا ان شاء الله. وفي الاخر كان معاكم عبد الرحمن الفشاوي، والى اللقاء. بم 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 بم. وفي ظل سحبه وفي ظل سحمه لما اقولها هي وفي ظل سحمه ليه تطلع معايا زحمه؟ هي زحمه سهله ماشي. وهوب حملته وهوب شفته، هي ليه طالعه مني كده؟ ماشي ماشي. بروكسيل البلجيكيه، علينا شويه اسامي. اعطس انا صح؟ جابارت.